اللي صار الصبح احنا نايمين، طبعا انا قايم قاعد بجهز حالي بدي اروح على الدوام، ما شفنا الا خلع ابواب، سمعنا صوت خلع ابواب، قمت ركض على الباب الرئيسي، لما الجيش بيخلعوا في الباب بقول لهم شوي شوي بدي افتح، ما رضيوش، ابعد لورا ابعد لورا، وخلعوا خلع، فاتوا اقتحموا الدار، وين جعفر وين جعفر، اخذوا جعفر على المطبخ، احنا حشرونا كلنا بالغرفه وبلشوا طبعا بجعفر ضرب، الاطفال كلهم موجودين بالدار، رعب رعب عادي رعب، وفي كانوا مطاردين بتخطقوا عليهم برا بالشوارع، صاروا يطخوا عليهم من الشبابيك عندنا، يعني زي اكنك بتحضر فيلم رعب قاعد. حاولت احكي معهم، احكي مع عم يلبسوه، اخذوه بالشرط فقط لا غير، وحافي لا لبسوا بوت ولا حفاي ولا شيء، ولا لابس شيء على بدن غير هالشورت، كل شيء كل الحاره كل الحاره، لما طلعت انا انسحبوا وطلعت، بقول سمعنا اصوات وهم بيضربوا فيه بالشارع، جارين وجروا بيضربوا فيه مشلح.